صباح الخير، لنصلي معا. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين. لنتذكر معا ماذا أخذنا في الدرس السابق. أولا، أخذنا أن يسوع صنع سر القربان الأقدس في العشاء الأخير، والقربان الأقدس هو يسوع الموجود بجسده ودمه المتمثل بالخبز والخمر. درسنا اليوم هو: هكذا أحبنا يسوع. أحبنا يسوع لدرجة أنه من أجلنا ومن أجل خلاصنا مات على الصليب. رافق الرسل يسوع في تجواله بين المدن والقرى في بلادنا، سمعوه وهو يعلم الناس، ورأوه يشفي أمراضهم ويغفر خطاياهم ويصنع العجائب. واليوم يرى الرسل يسوع مسمرا على الصليب يتألم، ولا يستطيعون أن يفعلوا له شيئا. ينظرون إليه من بين الجموع وهم في حزن كبير. وبعد ساعات من الألم الشديد، يسلم يسوع روحه ويموت على الصليب يوم الجمعة من بعد الظهر. هكذا أحبنا يسوع، ومن أجلنا ومن أجل خلاصنا بذل حياته على الصليب وخلصنا من خطايانا. يذكرنا الصليب بالمحبة الكبيرة التي أحبنا إياها يسوع. لنتعرف الآن إلى مراحل درب الصليب التي نستذكر فيها آلام سيدنا يسوع المسيح. دائما يتذكر الناس ما فعله يسوع من أجلنا من خلال مراحل درب الصليب التي نعيشها يوم الجمعة العظيمة في كنائسنا، وهي 14 مرحلة. المرحلة الأولى، نتأمل يسوع محكوما عليه بالموت. بعد كل مرحلة نصلي أبانا والسلام والمجد. المرحلة الثانية، نتأمل يسوع حاملا صليبه. المرحلة الثالثة، يسوع يقع تحت الصليب للمرة الأولى. المرحلة الرابعة، يسوع يلتقي أمه الحزينة. المرحلة الخامسة، سمعان القيرواني يعين يسوع على حمل الصليب. المرحلة السادسة، امرأة قديسة تمسح وجه يسوع بمنديل. المرحلة السابعة، يسوع يقع تحت الصليب للمرة الثانية. المرحلة الثامنة، يسوع يعزي بنات أورشليم. المرحلة التاسعة، يسوع يقع تحت الصليب للمرة الثالثة. المرحلة العاشرة، يسوع يعرى من ثيابه ويسقى خلا ومرا. المرحلة الحادية عشر، يسوع يسمر على الصليب. المرحلة الثانية عشرة، يسوع يموت على الصليب. المرحلة الثالثة عشر، يسوع ينزل عن الصليب ويسلم لأمه. المرحلة الرابعة عشر والأخيرة، يسوع يدفن في القبر.